خطأ. أتمنى ألا تحمل أخبارا غير سارة، فإني أستشعر خطورة كبيرة جدا من خلال هذه الكرة. أتمنى ألا يصدق إحساسي. أتمنى أتمنى، لكن شكلها شكلها نشاهد ونتابع. لا نستبق الأحداث للأوزبك، كرة ملعوبة وهدف لصالح المنتخب الأوزبكي. هو الإحساس الذي يخشاه، هو التوقع الذي لم أتمناه، ولكن الأوزبك تقدموا في لحظات أخيرة قبل نهاية شوط المباراة الأول. مكسيم يريد النقطة السادسة له ولرفاقه، ويريد التأهل والصعود وإقصاء كل العرب. حتى الآن أرضنا العربية لا تبتسم لمنتخباتنا العربية، اصطدمت بلاعب المنتخب الأوزبكي. لو لم يعد جراح العتيقي كان ممكن فيها تسلل، لكن الكرة الماضية في المرمى وأعلنت عن تقدم المنتخب الأوزبكي. لا، الكرة بتصل لفهد عوض أحد أبرز لاعبي الكويت في الشوط الأول. بتعود الكرة الآن في منتصف الملعب، نقل الكرة لوليد علي. وليد تقدم، وليد بمشي حلوة، يلا يا حمد بلنتي. إحياء الغامل الخليجي عبر دليل العرب، عبر دليل الخليج. لا تفرحون قبل ما تسجلون. ركل الجزاء، شوط الصحوة، شوط الشروق بعد ما غربت الشمس. كفو 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 يعني، وبداية بإذن الله تكون ممتازة. هذا مساعد ندى، بقولكم شو وعدهم، سوى سالفة جديدة. يلا يا المطوع، يلا يا بدر بعد ما ظهر البدر الآن وبعد ما غربت الشمس. يلا يا الكويت، يلا يا كويتي، يلا يا قول وفعل، يلا يا أبو عزوم قوية، يلا يا الأزرق. شوت يا بدر، دعواتكم ودعواتنا، آهاتكم وآهاتنا، فرحتكم وفرحتنا. انتابع المطوع، يلا حطها. بدر بيلعبها، جول. والعب يا الأزرق، العب يا الأزرق. ما يكفينا واحد، الأمة الزرقاء، الكويتيين، دليل العرب، الطريق الأول، الراشدين حطوها وأعلنوا عن عودة الكويت في الشوط الثاني. شوط الجد يا الأزبك. هذا الأزرق، هذا الأزرق لو منه لعب، هذا الأزرق لو إنه صح صح كويتي مثل الناس.